يعد فحص حديثي الولادة لبنة أساسية ومهمة للتأكد من أن المولود سوف يتمتع بمستقبل سعيد وصحي، وبهذه الفحوصات نتمكن من الكشف عن 40 حالة مرضية وراثية، ويتكون من 3 فحوصات أساسية: فحص السمع لاكتشاف ما إذا كان المولود مصاب بمشاكل في السمع، أما فقد السمع أو ضعف السمع، قياس نسبة الأكسجين النبضي وهو اختبار لقياس نسبة الأكسجين في دم المولود للكشف عن تشوهات القلب الحرجة، فحص بقعة الدم يتم أخذ عينة بسيطة من دم كعب المولود ويتم وضعها على بطاقة فحص حديثي الولادة. يدا بيد من أجل مستقبل صحي لأطفالنا.